في الفيديو اللي بين ايدينا هنحل مجموعه structures، يعني نجيب الرياكشنز. كل الاستراكشرز هنتعرض ليها ديتيرمينت. في السؤال الاول بيقول ديتيرمين ذا رياكشنز اون ذا بيم، ذا سبورت ات بي كان assumed to be roller اللي هنا عند one reaction. neglect the thickness of the beam. الفري بادي دايجرام ادي البيم بتاعنا، عندنا هنا pin في two reactions، اللود ده 7.5 × 3 = 22.5، يجي في النص 1.5 × 1.5، يبقى الحتة اللي باقي دي 4.5 على بعض. الفورس اللي هنا 45 كيلو نيوتن بزاوية 30 درجة مع الفيرتيكال، وهنا في رياكشن 1 BY. نبدأ بمعادلة مومنت عند الـ A، يطيروا الاتنين دول إن يمروا نقطة A، الرياكشن اللي يمر بنقطة ملوش مومنت. يدخل معايا الـ BY، لو اعتبرت إن عكس عقارب الساعة بوزيتيف أقدر أعمل العكس، الـ BY يتضرب في 6 كاملة. 45 الساين يمر الكوساين، 45 كوساين 30 × 6 بالسالب، وماينس 22.5 برضو بالسالب 1.5 يساوي صفر. جبنا البي واي، مفيش المعادلة فاشلة، هقول بي واي بس. دلوقتي أقدر أقول سيجما الإف واي وسيجما الإف إكس. من سيجما الإف واي يساوي صفر، الأي واي والبي واي اللي هو 44.6 ماينس 22.5 ماينس 45 كوساين 30 يساوي صفر. جبنا الاي واي، من سيجما الاف اكس يطلع 45 ساين 30 يمين ماينس اكس يسار يساوي صفر، فيطلع الاي اكس ب22.5. سؤال برضو نجيب الرياكشنز، will determine the reactions that supports A and B. A and B assume A is roller و B pin. فالبي عندها 2 reactions بي اكس وبي واي، الاي عندها بس اي واي. طبعا من سيجما الاف اكس ما عندناش اي لود في اتجاه الاكس، فالبي اكس بصفر. بعدين ناخد المومنت عند يا الاي يا البي، خدنا عند البي عشان عندها 2 reactions، يعني كاني عندها 2 reactions مع ان البي اكس بصفر، فالاتنين يطيروا. الاي واي يعمل سالب في المسافه دي كلها اللي هي 6.3، سالب اي واي في 6.3. ال 36 دي تضرب في 2.1 بوزيتيف، ودي تضرب 4.2، يعني 36 مره في 2.1 مره في 4.2. وال 18 اللي هي 7.5 في 2.4 تيجي في النص ال 2.4، يعني 1.2 مع 6.3 يبقى 7.5، يبقى بلس 18 لان عكس عقارب الساعه في 7.5 يساوي صفر. فالاي واي جت لنا قيمه، مش مجهول الا الاي واي. من سيجما الـ FY AY مع الـ BY ماينس 36 ماينس 18 يساوي صفر، فجبنا الـ BY وزي ما اتفقنا الـ BX يساوي صفر. سؤال distributed load بيقول لي determine the reactions on the beam. عندنا 1.8 عليها distributed load كونستانت، فاضرب 75 في 1.8 طلعت 135، تيجي في النص عند 0.9 مع 0.9. هنا في مستطيل وفوقيه مثلث، المستطيل 2.7 × 75 202.5، يجي عند النص يعني 1.35. الباقي من هنا مثلث، نص في 2.7 في الفرق اللي هو 120 ناقص 75، ده انا خدتها خلاص تحت، خدت دول، فالباقي 120 ناقص 75 مثلث، نص قاعده في الارث، نص القاعده اهي 2.7 في الارتفاع، طلع 60.75. وعند التلت من جهه القايمه يعني 2.7 على 3.9، فالباقي 0.45 من ال 1.35، لان ده كان في النص 1.35. دلوقتي اقدر اخد مثلا سيجما الاف اكس بصفر، يديني الاكس بصفر على طول. لو خدنا سيجما الاف واي يطلع لنا اي واي ماينس اف 1 ماينس اف 2 ماينس اف 3 زائد بي واي يساوي صفر، فالاي واي مع البي واي يساوي مجموع الثلاثه دول اللي هو 398 وربع. ناخد المومنت عند الاي او البي،
لو خدناه عند ال a بصفر فيطلع ال b y تضرب في المسافة كلها اللي هي 4.5 الاتنين دول مع بعض ماينس ال f1 اللي هي 135.9 وماينس ال f2 في دي اللي هي 1.8 مع 1.35 اللي هي 3.15 ماينس f3 اللي هي 60.75 في كل المسافة دي يعني نزيد على اللي فاتت 0.45 يبقى 3.6 يساوي 0. جبنا ال by 217.35 أطرح من 398 يطلع ال ay طبعا قلنا ال ax بصفر. سؤال تاني في distributed load بيقول determine the reactions on the beam. ال a عندها 2 reactions ال b عندها 1 reaction مايل طبعا الميل ده 60 مع الأفقي يبقى العمودي هنا هنا دي 30 يبقى 60 مع الرأسي اللي زي كده. البي واي أحلله هنا كوساين وهنا ساين عندي هنا مومنت 810 أهو نزل أهو 810 واللود اللي هنا عبارة عن مستطيل 7.2 في 30 اللي هو المستطيل ده الحتة الأولى دي الباقي نص القاعدة في الارتفاع فنص في 7.2 في الفرق ده اللي هو 45 أس 30 15 يبقى إجمالي اللود 270 يجي في النص زي كده. دلوقتي أقدر أقول المومنت عند أي نقطة ولتكن إيه عندها تو رياكشنز يطيروا فيدخل معايا ال 270 دي بالسالب في 3.6 ال 810 سالب وما تضربش في مسافة ده مومنت جاهز ال اف بي الساين يمر الكوساين 60 يتضرب في كل المسافة 7.2 يعمل بوزيتيف عكس عقارب الساعة. جبنا ال اف بي من سيجما ال اف واي او ال اي واي ماينس 270 بلس اف بي كوساين 60 يساوي 0 يطلع ال اي واي من سيجما ال اف اكس ال اي اكس ماينس مش بلس هنا ماينس 495 اللي هي اف بي ساين 60 يساوي 0 فيطلع ال اي اكس 428.7 زي ما انا فرضه كده ان ده بوزيتيف وده نيجاتيف هنا نيجاتيف فمعنى كده ان ال اي اكس يساوي القيمه دي. Determine the reactions on the beam. عندنا مستطيل وفي مثلث المستطيل 30 في المايل ده اللي هو طبعا اجيبه بفيثاغورث اللي هو الجذر التربيعي ل 7.2 تربيع مع 3 تربيع يطلع 7.8 فالاف 1 30 في 7.8 اللي هي 234 مكانها فين في نص 7.8 اللي هو 3.9 و 3.9 المثلث اللي هو نص في 7.8 في الفرق ده اللي هو 75 ناقص 30 45 طلع 175 عند التلت من جهة القايمة فتلت ال 7.8 اللي هو 2.6 هنا كان 3.9 و 3.9 فالباقي 1.3 أقدر دلوقتي أخد المومنت عند نقطة A يساوي صفر فأقول الماينس طبعا ده ماينس F2 في 2.6 وماينس F1 في 3.9 زائد FB اللي هو عمودي على السطح في المسافة كلها 7.8 تساوي 0 يطلع ال FB 175.5 لو خدنا سيجما ال FX عندنا ال AX بوزيتيف التلاتة دول هيتحللوا كل واحد في التلاتة دول عمودي هنا كده زي كده زي ده أو ده أو ده مفروض نحلله هو هنا فزاويته مع الرأسي احنا المفروض هناخد ساين لو الزاوية دي الزاوية دي كده اللي هي ثيتا طبعا الزاوية دي هتساوي الزاوية دي يبقى مرة تاني كده العمودي اللي هو هنا ده في زاوية هنا اهي كبيرة وبعدين زاوية صغيرة الخط ده الزاوية دي قد الزاوية اللي هنا فمعنى كده الزاوية دي قد الزاوية دي اللي هي مع الرأسي يبقى زاويته مع الرأسي هي نفس الأفقي مع المايل ده مرتين الأفقي مع المايل نفس الزاوية
العمودي على المايل مع الرأس. فالزاوية اللي هنا اللي هي الرأس هي اللي هنا دي هتساوي الزاوية دي، ودي الكوساين بتاعها بيساوي 7.2 على 7.8. احنا عايزين في الاتجاه الاكس الساين، فالساين 3 على 7.8. فالاف 2 اللي هي 234 اضربها في 3 على 7.2 لانها ساين الثيتا اللي هنا ورايحة يمين فبوزيتيف، زيها ال 175 3 على 7.8 برضه رايحة يمين، اما الاف بي رايحة يسار، الزاوية دي هي الزاوية دي بالظبط. فماينس اف بي في 3 على 7.8، مفيش الا الاي اكس اجيبه من سيجما الاف واي، طبعا هيكون كوساين. فخلينا نقولها على الرسم، اي واي ماينس اف 2 في كوساين اللي هي 7.2 على 7.8 ماينس اف 1 في 7.2 على 7.8 زائد اف بي برضو 7.2 على 7.8 اللي هي المعادلة دي، ماينس ماينس ولا بلس يطلع الاي واي، يبقى جبنا الثري رياكشنز. سؤال بيقول determine the reactions at supports A and B. The floor deck CD, DE, EF and FG transmit their loads to the girder on smooth support. Assume A is a roller. هنا roller ففي one reaction. و B pin في two reactions. وهنا اللود 45 جاي في ربع المسافة 0.3 و 0.9. فأقدر أخد المومنت هنا أقول 45 في 0.9 على 1.2 تطلع 33.75. سيجما الاف واي يساوي صفر، 45 ناقص ده يطلع ده، الاثنين دول مجموعهم 45. عملت ايه؟ حليت ده كانه سمبل بي. هنا 45 في 1.2 تطلع 54، نصها هنا ونصها هنا، يعني زي ما احنا شايفين كونستنت، ف 27 27. دلوقتي عندي الفري بادي جرام اهو، اقدر اخد سيجما المومنت عند مثلا بي عندها تو رياكشنز يطيروا وده كمان يطير، فال11 وربع بوزيتيف 1.2 المسافه دي، ال27 يتضرب في 2.4 و27 زيها تتضرب في 3.6 ماينس اي واي في 2.4 يساوي صفر. طلع الاي واي 73.1 من سيجما الاف واي او الاي واي بلس بي واي ماينس كل دول اللي هو 45 في 1.2 اللي هو 54 يعني مجموع الاثنين دول، و45 اللي هو مجموع الاثنين دول، ودي الاي واي، يبقى اي واي زائد بي واي ناقص 45 ناقص 54 يساوي صفر. طلع البي واي من سيجما الاف اكس مفيش الا البي اكس يساوي صفر، وبالتالي يساوي صفر. آخر سؤال في الليكتشر اللي بين إيدينا، بيقول determine the reactions at the supports A and B of the compound B. There is a pin at C. طالما في pin at C نقدر نفصل عندها ونحط reactions. فلو درست البيم اللي على اليسار هيكون في one reaction هنا عند الA روكر وtwo reactions هنا. Cx طبعا بصفر، مفيش حاجة أفقية. وال 24 دي اللي هي جايه 4 في 6 تتقسم بين ال اي واي والسي واي، فهنا 12 وهنا 12. نعملها ازاي؟ ناخد مومنت عند السي، فنقول 24 في 3 ناقص اي واي في 6 يساوي 0، طلع الاي واي ب 12. ومن سيجما الاف واي 12 ناقص 24 زائد سي واي يساوي 0، فالسي واي ب 12 تيجي هنا تتعكس على طول ب 12. يبقى البيم ده عليه 12 هنا و 18 وده فيكسد، فعنده 3 رياكشنز. اقدر اقول سيجما الاف، اقدر اقول على طول يعني سيجما الاف اكس سيجما الاف واي، سيجما الاف اكس يساوي صفر يطلع سي اكس بصفر، سيجما الاف واي يساوي صفر يطلع البي واي ماينس 18 ماينس 12 يساوي صفر، فالبي واي ب 30 زي ما احنا شايفين. بالنسبه للام بي الرياكشن المومنت اللي هو رياكشن، اول سيجما المومنت عند البي يساوي صفر، فيطلع ده ماينس، انا فرضه كده ان دول كده، تقدر تفرضه العكس، ماينس ام بي زائد 18 في 2 وزائد 12 في 4، 18 في 2 ب 36 و12 في 4 ب 48
نجمعهم بيطلع 84 كيلو نيوتن دوت متر، ده الـ MB. وقلنا طبعا سيجما الـ FY ب 30 والـ BX يساوي